السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناه يوسف تيك برو في فيديو جديد أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حامل الشهادات عن رفضها للتصريحات الأخيرة للوزير سعيد أمزازي في البرلمان وطالبت بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020 مع تنديدها بما وصفته بالمحاولة الرامية لإرجاع الملف إلى نقطة الصفر وبجميع المناورات المكشوفة الهادفة إلى الاستمرار في إهدار المزيد من الوقت وتؤكد بأن الحل يكمن في الالتزام باتفاق 21 يناير 2020 واصدار المرسوم المتفق عليه واعلنت التنسيقية عن استمرارها يعني في تنزيل اشكالها الاحتجاجيه الصعيديه تنفيذا لبرنامجها النضالي يعني الى حين تسويه هذا الملف الذي عمر طويلا وذلك بخوض اضرابين وطنيين الاضراب الوطني الاول غادي يكون انداري يوم يومي 28 و29 ابريل 2021 وبالنسبة للإضراب الوطني الثاني غادي يكون لمدة أسبوع قابلة للتمديد اللي غادي يكون ابتداء من 17 ماي 2021 وغادي يكون مرفق باعتصام متمركز في الرباط وكذلك دعت عموم حاملي الشهادات إلى حمل الشارات الحمر بالمؤسسات التعليمية ابتداء من يوم 26 أبريل 2021 لأسبوع قابل للتمديد وكذلك عزمت على أنها غدا تقوم مقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة بجميع الأسلاك التعليمية سواء في اقتراح المواضع الامتحان وكذلك الحراسة ديال الامتحانات وتصحيح ديال الامتحانات وكذلك الامتناع عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مصر والاكتفاء بتقديمها ورقيا فقط وفي الاخير دعت تنسيقيا النقابات الى ملفها ما يستحق من الاهتمام في جوله الحوار القطاعي المقبله مع الوزاره اذا كان هذا هو اهم ما جاء في هذا البلاغ ديال التنسيقيه الوطنيه لموظفي وزاره التربيه الوطنيه حامل الشهادات وبالنسبه للبلاغ ديال فرا دي لكم اسفل هذا الفيديو هذه فإلى عجبك الفيديو ما تنساش دير لي جيم كذلك تخلي لنا شي تعليق تحفيزي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته